السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هنبدأ مع حضراتكم إن شاء الله سبحانه وتعالى شرح طريقة عمل فيديو ببرنامج سوني فيجاس برو 10. أول حاجة هنعرف كده شوية حاجات مهمة جدا في البرنامج. اكسبلولر دي لما بندوس عليها بنصدر للبرنامج اي مادة صوتية او اي صورة او اي فيديو احنا عايزين نستخدمه في الفيديو، وهنعمل الكلام ده دلوقتي عملي. ترانزيشنز دي اللي هي الانتقالات ما بين صورة وصورة، وفيديو وفيديو، وفيديو وصورة، وصورة وفيديو. فيديو اف اكس دي الفلاتر اللي بنضعها على الصورة او على الفيديو عشان نغير فيه اي حاجة. الميديا جنريتور دي مهمة جدا، ودي اللي فيها الطريقة اللي بنكتب بيها على الفيديو، خصوصا بروتايب وتكست. دي الاتنين دول اهم اتنين بنستخدمهم باستمرار. بروجكت ميديا دي اللي انا لما بصدر اي فيديو او مقطع صوتي او صورة للبرنامج بتنزل هنا اوتوماتيك في البروجكت ميديا. تعالوا نشوف مثال عملي على الكلام ده. ادي اكسبلولر، هنجيب دي مثلا ونحطها هنا. اول ما وضعناها هنا نزلت في البروجكت ميديا اهي، خلاص. يبقى البروجكت ميديا دي بتجمع كل الملفات اللي انا بستخدمها في الفيديو، سواء فيديو او صورة او مقطع صوتي. لو لاحظنا، اول ما انا خدت الفيديو وضعته على طول هنا في منطقة التراكات، خد لنفسه تراكين اوتوماتيك. الفيديو خد لنفسه تراكين، تراك للفيديو وتراك للصوت. دي هنا شاشة العرض اللي بتعرض لي اي حاجة انا وضعتها تحت في التراك. يعني مثلا انا وضعت هنا الفيديو في التراك، لو قلت له كده اشتغل، هنا جودة الفيديو، هنا جودة الصورة بتاعت الفيديو وانا بستخدم البرنامج، مش وانا بنتجه. لما اجي انتج الفيديو دي حاجة تانية، لكن انا بتكلم هنا جودة الفيديو وانا بعرضه اثناء شغلي فيه. فانا ممكن اخليها هنا اوتو او فول او هاف او كوارتر، كل دي جودات مختلفة. هنا دي رسمة الشاشة، دي لما بضغط عليها بيكبر لي الشاشة مباشرة. نضرب مثال عملي، هو دلوقتي كبر لي الشاشة. هنا دي احيانا بنحتاجها لما اجي مثلا وانا بعرض الفيديو عايز اخد منه لقطة عشان هستخدمها فيما بعد. ممكن ادوس كده سيف واقول له مثلا انا عايز الصورة دي احفظها، اقول له سيف كده، هلاقي حفظ لي الصورة وكمان نزل لي منها نسخة هنا في البروجكت ميديا. ممكن اخد الصورة دي انا كده انزلها هنا في الفيديو، هنعلم عليها وندوس ديليت ونشيلها تاني. طبعا وارد جدا وانا بعمل الفيديو الكهرباء مثلا تقطع، ممكن مثلا اكون عايز اقوم من على الجهاز وعايز اكمل المشروع بتاع الفيديو بتاعي فيما بعد، فطبعا مش هسيب الكلام ده من غير ما اسيفه، لازم احفظه. فيا اما هدوس هنا عشان احفظ الشغل ده، وبيسالني هو عايز تحفظ الشغل ده فين، فانا مثلا هكتب له اسم الملف اللي انا عايز اكتبه، واقول له سيف. لو لاحظنا هنا بقى اسم الملف بسم الله الرحمن الرحيم. وممكن طبعا اصدر ملفات للبرنامج برضو من هنا، اختار مثلا اي حاجة، اي ملف انا عايزه، لو علمت عليه هينزله لي هنا على طول في البرنامج زي كده. مثلا الصورة المخطوطة نزلت اهي، انا لو دوست انتر هينزل لي الصورة في التراك تحت، او ممكن انا اخد الصورة كده وانزل الصورة هنا في التراك، واول ما بنزلها بتظهر مباشرة على الشاشة. لو
كان المؤشر ده عليها. لو المؤشر ده مش عليها كان هنا كده مثلا مش هيجيبها. يعني اللي بيعرض على الشاشة اللي المؤشر ده واقف عليه زي كده. دي هنا كاميرا، لو انت موصل كاميرا على الجهاز وعايز الجهاز يصور من الكاميرا وينقل على طول مباشرة على السوني فيجاس، ممكن تعملها من هنا. بالنسبة للتراكات اللي بتنزل تحت، انا ممكن اضيف تراك بكليك يمين هنا واقول له ايه، انسرت فيديو تراك، نزل لي فيديو تراك اهو. لو دوست تاني هينزل تاني برضو اهو، انسرت فيديو تراك، ده تراك تاني. لو قلت له انسرت اوديو تراك هينزل لي صوت. طبعا واضح الفرق ما بين تراك الفيديو وما بين تراك الصوت. تراك الصوت بيبقى فيه مؤشرين، واحد للسماعة يمين وشمال اللي هو ده، والتاني اللي بيعلي الصوت ويوطيه. اما التراك بتاع الفيديو واضح هو ان هو مختلف عن تراك الصوت. طيب انا ممكن اضيف تراكات بدل كليك يمين بالماوس والكلام ده. لو انا دوست كنترول شيفت كيو هينزل تراك فيديو، ولو دوست كنترول كيو هينزل تراك صوت. خلينا الاول نشيل التراكات دي عشان نجرب عملي. احنا كده شلنا التراكات الزيادة. انا هدوس دلوقتي كنترول شيفت كيو اهو بينزل تراكات اهو، تراكات فيديو. هنشيلها بالديليت، بنعلم على التراك وبندوس ديليت بيتشال مباشرة. هندوس كنترول كيو عمال ينزل تراكات صوت اهو. طبعا الحاجات اللي تحت دي هنا دي ممكن اسجل منها صوت مباشرة على برنامج السوني فيجاس، لكن انا مش بعمل كده. انا لما بسجل صوت بسجل بالادوب اديشن، لانه برنامج فيه شغل مونتاج، ممكن امنتج زي ما انا عايز، وبعد كده باخد الصوت بحطه هنا في السوني فيجاس وببدا اعمل بيه الفيديو. لكن انا برضو ممكن اسجل صوت من هنا. لو دوست كده بدا يسجل اهو، حتى الذبذبه بتاعت الصوت باينه جدا في الكلام بتاعي وانا بتكلم. نقول له دن. لو جبنا كده وقلنا له شغل، بدا يسجل اهو، حتى الذبذبه بتاعت الصوت باينه جدا في الكلام بتاعي وانا بتكلم. بالنسبه للصوت برضو ممكن انا مثلا عايز الصوت ينتهي بطريقه ظريفه، بدل ما ينتهي كده مره واحده لا ممكن ينتهي بالتدريج. فبجيب الماوس هنا كده على الحرف، بتظهر لي الزاويه القايمه دي، بمسكها كده وبعملها كده، كده الصوت هينتهي بالتدريج. خلاص، لو عايزين نرجعها تاني زي ما هي نمسكها كده ونرجعها تاني. كذلك الصورة هنا مثلا هنشوف كده الصورة اختفت مرة واحدة، لكن انا لو مسكت دي كده وخليتها كده نشوف الصورة هتختفي ازاي. كده الصورة اختفت بالتدريج. طيب انا ممكن لو مسكت مقطع صوتي ووضعته كده مع مقطع تاني هيعمل لي تداخل في الاصوات زي كده. بدأ يسجل. وممكن برضو الصورة لو انا جبتها كده مع صورة تانية هتعمل تداخل في الصور زي كده، بتبدأ تظهر واحدة واحدة. طيب افرض انا عايز افصل فيديو معين، عايز اقطع من الفيديو، اجيب المؤشر ده كده مثلا في المكان اللي انا عايز اقطعه وليكن هنا، وادوس حرف اس كده، اللي حصل ايه؟ الفيديو اتقطع اهو. عايز اقطع تاني كده، انا قطعت الفيديو اهو، واقدر اتحكم في دي، اجيب دي ورا دي مباشرة، او اقدر ارجع دي تاني مكانها زي ما انا عايز في الفيديو. يبقى انا اقدر اقطع اي فيديو بتقطع بالصوت بتاعه. طيب افرض انا عايز اقطع الفيديو من غير الصوت، هناخد مثلا الحتة دي ونجرب عليها. كليك يمين على الفيديو واجيب جروب واقول له كلير، كده ايه الصوت بقى حر عن الصورة، ده لوحده وده لوحده. ولو انا عايز اقطع بدل موضوع الكليك يمين وجروب وكلير والكلام ده كله، لا ممكن اقف كده بالمؤشر على المكان اللي انا عايز اقطعه واقوم دايس كنترول يو. طيب في نقطة كمان، افرض انا مثلا عايز صورة او فيديو ما يظهرش تمام الظهور بتاعه، يعني عايز مثلا قوة الظهور بتاعه تبقى ضعيفة،
بجيب كده الماوس عند اول الصورة من فوق بتظهر لي علامة الكف دي، بقوم ماسك كده. ملاحظين الشاشة قوة ظهور الفيديو بقت قد ايه؟ ضعيفة جدا، وممكن اخليها صفر وممكن ارجعها تاني، قوة الظهور رجعت 100%. نفس القصة دي ممكن اعملها مع الصوت، يعني مثلا هنا اهو الصوت عالي، لو انا دي نزلتها كده مثلا، شوف الصوت انخفض، يبقى ده هنا انا بشوف بيها مؤشر الصوت. في نقطة تانية مهمة جدا اللي هي ايفنت بان كروب، دي من اكتر الاشياء اللي بنستخدمها في الفيديو، لكن انا مش هستخدمها دلوقتي، انا هستخدمها لما اجي اعمل فيديو من اول وجديد. وممكن نبدأ دلوقتي تجربة عملية، هنشيل الحاجات دي، نعلم على اي حاجة وندوس ديليت في الكيبورد كده، احنا مسحنا كل الحاجات اللي احنا وضعناها. هنجيب دي مثلا مقدمة الفيديو اللي انا هشتغل بيه، انا شايف مثلا الحتة دي زيادة عن الفيديو، هشيل الزيادة دي اهي، ديليت بالكيبورد اتشالت. هجيب امبورت واشوف الحاجات اللي انا عايز اجيبها، ده الصوت بتاعي في الفيديو، انا علمت كده عليهم، قلت له اوبن، نزل لي الاربع ملفات الصوتية هنا في الفيديو. هجيب الصوت ده مثلا واضعه هنا كده، اول ما تخلص المقدمة هيبدأ على طول يشغل الصوت اللي انا وضعته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طب انا دلوقتي عايز اعرف الناس انا بتكلم في ايه، او الحلقة دي عن ايه، فهضطر دلوقتي ان انا اكتب على الفيديو. طب عايزين نعمل تراك للكتابة، هندوس كنترول شيفت كيو، نزل لي تراك اهو، هقول له كنترول شيفت كيو تاني، وادي تراك وادي كمان تراك وادي كمان تراك. كل تراك من دول ان شاء الله هنستخدمه، وهنقول هنستخدمه في ايه. اول تراك ده انا ممكن اعمل فيه لوجو، شعار للقناة بتاعتي مثلا. طيب اجيب اللوجو منين؟ هنا برضو نقول له اعرض الصور اللي هنا، هناخد مثلا الشعار ده وهنجيب دي، خلاص هنخلي دي نو، ونعلم هنا ونصغر دي كده على الاخر عن طريق البكرة، وناخد دي كده فوق خالص، وبعد كده نمسك دي ونبدأ نركن اللوجو فوق خالص على اليمين. احنا كده ايه، ركننا اللوجو فوق خالص. طبعا انا ممكن برضو اخلي اللوجو ده يظهر بشكل ظريف عن طريق الترانزيشنز دي، وليكن مثلا ده انتقال، بمسك الانتقال وبحطه في اول الفيديو كده مثلا، بيظهر دي بقفلها، ادي الانتقال نزل اهو، اول ما اشغل على فكرة احنا ممكن نعمل ميوت للصوت من هنا، لما اللوجو بدأ يظهر، وممكن اخلي ده الانتقال مثلا، يعني في كذا طريقة ممكن اخلي الانتقال يظهر بيها عن طريق الحاجات اللي قدامنا دي. طبعا محتاجين نعمل صورة خلفية للشغل اللي احنا بنعمله، فهنعمل كده، ناخد تراك من دول
بالماوس كده ننزله تحت خالص، ادي التراك اهو، ونقول له مثلا import media، ناخد مثلا دي الصورة دي نعملها خلفية، نزلت اهي، ممكن ناخدها كده، دي بقت خلفية دائمة للفيديو بتاعي، وانا ممكن اطول المدة بتاعتها وممكن اقصر المدة حسب ما انا عايز. لما بجيب الماوس على اول كده اقدر امسك وازود مدة ظهور الصورة في الفيديو، وطبعا من فوق هنا على اليمين مسألة وهي بتظهر وهي بتختفي. يبقى كده اللوجو هو موجود، وادي المقدمة. هنجيب الصوت بتاعي اللي انا ببدأ بيه الفيديو بعد المقدمة، بنحطه جنب الصوت اهو، نشغل. الحمد لله رب العالمين، خد وقت على ما اشتغل فبنقربه كده شوية. الحمد لله رب العالمين، تمام كده. وكل شوية بنسيف اللي احنا بنعمله. طبعا عايز طبعا احط هنا كلام عشان الناس تعرف انا هتكلم عن ايه، فكليك يمين هنا كده واقول له insert text media، طلع لي كلام اهو، بشيله وبفتح الموقع اللي بيه اقدر اضع كتابة باللغة العربية في برنامج سوني فيجاس، وادي الكلام اهو اللي انا عايزه، بقول له convert، بدوس اوكي واخد الكلام ده كوبي وارجع البرنامج، كليك يمين واحط الكلام هنا، وادي انتر. هنا ممكن اخلي حجم الخط كده يبقى تخين، بكبر حجم الخط من هنا، اخليه مثلا 28، ونجيب هنا خط معين، نوع الخط اندلس، ممكن نكبر كمان شوية، نشغل كده. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا. بحط هنا اسم القناة بتاعتي، ممكن احط رابط للقناة، ممكن اضع اسمي، ممكن اضع اسم السلسلة اللي انا عاملها مثلا، ممكن اضع رقم الحلقة، ممكن اضع اسم الحلقة نفسها اللي انا عاملها عشان ارد فيها على شبهة او عشان افند فيها اي عقيدة غير عقائد المسلمين. بعد الصوت بتاعي ده وبعد ما اضع هنا الكلمات اللي انا عايزها، ببدأ اجيب الفيديو اللي انا هرد عليه. ماشي، ادي الفيديو، طبعا انا دخلته هنا في البروجكت ميديا دي من ايه، من امبورت ميديا، من هنا كده اقدر اجيب اي حاجة ادخلها في البروجكت ميديا دي. هاخد الفيديو كده اهو واضعه هنا، او ممكن اوقف المؤشر هنا واجي هنا على دي كده ادوس انتر، الاقي المقطع نزل على طول في المكان اللي انا كنت محدده. اول ما صوتي هيتوقف هيبدا يشتغل المقطع الفيديو على طول. تمام. طيب هنا لو لاحظنا ان صوره الفيديو مش واخده الشاشه كلها، في حتتين سود كده على جنبهم، فنعمل ايه، اقوم دايس على ايفنت بان كروب واجي هنا، بدل ما هي يس اخليها نو. شايفين الصوره هنا بقت عامله ازاي كده، الصوره بتاعت الفيديو خدت الشاشه كلها. تمام. طيب في هنا كلام مثلا انا معلم عليه بالاسود عشان استفيد منه، ممكن اضع فيه رابط القناه بتاعتي،
فممكن اجي هنا واقول له insert text media وادخل على قناتي واخد الرابط ده واضعه هنا. طبعا الخط كده كبير جدا، هنشوف مثلا كده 30، وليكن مثلا 35، ماشي تمام. ادوس كده واجي هنا على ايفنت بانك روب واخلي الكلمة كده تنزل تحت وامشي بقى كده مع الفيديو اهو. اول ما تظهر دي هيظهر معاها الكلام المكتوب. طبعا احنا ممكن نلغي صوت الكائن ده من هنا ميوت، وبعد كده ايه نكمل ونشتغل. هناخد منها نسخة كوبي طيب، بنمد الشعار بتاعنا كده قدام شوية. تمام، هنفتح الصوت تاني ونجيب تاني مقطع صوتي ليا اللي ببدأ فيه الرد على الشبهة. نشوف. طيب احنا هنفتح مسند الإمام أحمد بن حنبل. طيب احنا كده عايزين صورة المسند، ادي صورة المسند ودي صورة الغلاف بتاعه، دي صورة الصفحة اللي احنا عايزينها. تمام، ممكن بدل ما الصورة تظهر كده مرة واحدة كده ممكن نعمل حاجة كويسة جدا، نعمل حاجة اسمها ترانزيشنز، وليكن مثلا ده انتقال. هنشوفه بيشتغل ازاي. طيب، وممكن نقرب، نيجي هنا كده ندوس على ايفنت بانك روب ونعمل نقطة الارتكاز، مهمة جدا دي، نعمل نقطة ارتكاز سهم تحت ونرده تاني او سهم فوق ونرده تاني، ونيجي بعديها كده نقرب بقى عشان نعمل زوم نيجي مثلا هنا وننزل تحت كده نشوف بقى الشغل احنا عملناه بقى عامل ازاي اهو. طيب، وهذه الجزء 44 اهو، وهذه الصفحة. ممكن نعمل انتقال ما بين الغلاف ورقم الجزء زي ده مثلا، وناخد برضو انتقال تاني هنا اهو، نشوف الشغل اللي احنا عملناه. صفحة رقم 441 عن أم الفضل. طيب نعمل هنا زوم على الكلام اللي احنا عايزين نقربه. ادي نقطة الارتكاز اهي، ونيجي هنا كده نبدأ ايه نقرب. ماشي، نشوف الشغل اللي احنا عملناه. 441 عن ام الفضل. كده تمام. طيب هنا اللوجو هنا مخبي لي جزء من الكلام، ممكن انا اعمل ايه في الحالة دي؟ ممكن اجي هنا كده مثلا وادوس اس على اللوجو، قطعته لمدة معينة وبعد كده هيرجع يظهر تاني. نشوف كده مع بعضنا. 441 عن أم الفضل بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام، طيب من أول ما بدأنا نقرأ عن أم الفضل. طيب أنا عايز ألون من أول عن أم الفضل كده عشان الناس تركز معايا في الكلام اللي أنا بقرأه. هنعمل إيه؟ هنجيب ميديا جينيريتورز ونجيب سوليد كلر، ادي اللون الاحمر اهو مثلا، نحفظ الشغل اللي احنا عملناه عشان ما يضيعش.
اول ما وضعنا اللون الاحمر خلى الشاشه كلها حمراء. طبعا انا مش عايز كده، اعمل ايه بقى؟ اقوم جايب هنا الماوس على اول الصوره وامسك كده بالماوس كليك شمال وافضل نازل كده تمام، واجيب هنا ايفنت بانك روب واقوم نازل كده. لما بنزل كده اللون بيتوسطن معايا، انا مش عايز كده. طب اعمل ايه؟ اجي هنا واخلي الاتنين دول نو، انزل بقى كده تمام. كده اتظبطت معايا، اقوم جاي هنا واخد منها نسخة كوبي واجي فوقيها، اقوم دايس كنترول في واجي فوقيها تاني كنترول في تاني. كده انا حطيت تلات نسخ ماشي. طيب نيجي على تاني نسخة هنا، ننزل تحت كده وتالت نسخة نجيبها هنا كده ماشي. نخش على التانية نظبطها. طبعا في هنا فراغ اهو ما بين اللون ده واللون ده، ده يتظبط ازاي؟ نجيب الدايرة دي كده هنا ونوسطنها ونكبر بالبكرة في الماوس ونبدأ نطلع فوق سنة سنة كده، اتظبطت اهي. حتى لو كبرنا الصورة اتظبطت اهي، الفراغ اللي هنا بين اللونين اختفى ماشي. نرجع تاني نجيب دي برضو، في هنا فراغ ما بين اللونين، نعمل ايه؟ نيجي هنا نوسطن الدايرة دي كده في النص ونكبر كمان واحدة، اتظبطت اهي ونقفل. هنطول كده شوية هنا وناخد الالوان دي كمان نطولها معانا ونبدأ نشوف الشغل اللي هيحصل ايه. صفحة رقم 441 عن ام الفضل بنت الحارث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عين. طيب نظبط بقى الحتة دي كده وناخد الالوان. لو لاحظنا هنا كده لما اللون بيجي قصاد اللون بيظهر لون اصفر، اللون الاصفر ده ظهوره معناه ان كده التلاتة ماشيين مع بعضهم، التلات الوان دول ماشيين مع بعض. ونيجي هنا على ايفنت بانك روب، ندوس وندوس هنا على الصورة، سهم فوق وسهم تحت، عملنا نقطة الارتكاز اهي اللي احنا بنتكلم عليها. نمشي كده سنة صغيرة وننزل بقى تحت عشان نقرأ تخريج الحديث وحكم الشيخ الارناؤوط على هذه الرواية. نقفل ونشوف شغلنا بقى عامل ازاي. طيب يبقى انا هاجي عند كلمة اسناده ضعيف وابدا الون الكلام اهو، كنترول في واخد اللون اظبطه على الكلام اللي انا عايز الونه عليه اهو، اسناده ضعيف تمام. نشوف كده الشغل اللي احنا عملناه. المحققين قالوا اسناده ضعيف، اسناده ضعيف. حسين ابن عبد الله وهو ابن عبيد الله بن عباس. هنا بدأ يتكلم على ايه؟ على حسين ده. فايه هنيجي كده وبرده نعمل نقطة الارتكاز اهي، ونيجي بعديها نبدأ نطول دي كده، ونيجي تحت هنا نحط كمان لون تاني عشان نلون كلمة ضعيف اللي تحت دي. نشوف كده شغلنا. قيل قالوا اسناده ضعيف، اسناده ضعيف. حسين ابن عبد الله وهو ابن عبيد الله بن عباس ضعيف.
يبقى حتى الكتاب اللي زكريا بطرس جاب منه الحديث، الكتاب والحديث ما فيهوش ولا لفظ اشتهاء ولا معنى اشتهاء، وفي نفس الوقت الحديث ضعيف. طيب هذه الرواية ضعيفة. طيب انا بعد كده بدات اجيب مرجع تاني كمان بيقول ان الروايه ضعيفه، وبعد كده بدات اوري للمشاهد مين هو الراوي الضعيف اللي ورد ذكره في هذه الروايه عن طريق عرض كتب الجرح والتعديل اللي هو علم الرجال. يعني انا هنا مش بصدد ان انا ارد على الشبهه، لكن بصدد ان انا اوري الاخوه المسلمين والاخوات المسلمات ازاي نعمل فيديو للرد على الشبهه. خلاص هنطول هنا كده اللوجو شويه، ونيجي هنا مثلا نشيل ايه، نشيل الكلام الزياده احنا مش عايزينه كده. احنا عرفنا ازاي نعمل نوت الارتكاز، ازاي نعمل زوم ونقرب ونبعد. الزوم سهل جدا زي ما احنا وضحناه، ازاي نضع صوره او صوت او فيديو، ازاي نعمل تداخل ما بين الصوره والفيديو او الفيديو والصوره او الصوره والصوره مع بعض، ازاي نعمل انتقالات، ازاي نضع اللوجو، كل ده احنا عرفناه في هذا الفيديو. طيب هناخد المقدمة، ناخد منها نسخة كوبي ونضعها في الاخر كده كنترول في. ادي المقدمة بتاعتنا نزلت. عايز اعمل انتقال ما بين الصورة دي للنهاية بتاعت الشغل، اجي على ترانزيشن مثلا نقول له دي، وحط الانتقال ما بين الصورة والفيديو. خد لنفسه مكان على طول مباشرة ونشوف كده. شفتوا الانتقال؟ طيب او ممكن نعمل انتقال تاني مثلا، ده انتقال اهو برضو. تمام ممكن نعمل الانتقال ده، بناخد الانتقال ونرميه بين الصورتين على طول بيعمل لنا ايه؟ انتقال ما بين الصورتين. خلاص طيب لو كبرنا شويه بالبكره هنا كده هنلاقي ان فينا علامه اكس. علامه اكس دي ممكن ادوس كده، لو دوست هنا هلغي الانتقال، وممكن اظبط الانتقال وطريقته وشكله من هنا كده بامور تانية زي كده مثلا. ماشي لما بحرك، تعال نجرب دي كده هنا، دي جنب دي، او نجيبها هنا عشان تبقى واضحه. انا بحرك هنا كده شايفين، يبقى كل ده انا ايه بغير في شكل الانتقال نفسه كمان. ماشي اهو كده بنفردها كده اهي، وممكن نجيبها كده. ماشي ودي ممكن نجيبها كده. خلاص وهنا اللون اللي انا عايزه يحصل وقت الانتقال شايفين بقى اصفر ازاي اهو. طيب انا عايزه ازرق، ممكن لون احمر. طبعا الكلام ده سهل جدا بالنسبة لكم. خلاص وممكن اشير الانتقال خالص، لو انا دوست هنا ادوس هنا كده اتشال الانتقال تماما من هنا. خلاص شغل ماشي كده. طيب اظن كده احنا قلنا كده كل حاجة. يعني لو في اي حد عنده اي استفسار يبقى يكلمني ان شاء الله سبحانه وتعالى. هنيجي بقى عشان ننتج الفيديو اللي احنا عملناه ده. انا دوست بالماوس على الحتة دي كده لغاية الاخر حتى ظهر لي مثلثين كده صفر. مكان ما انا علمت كده هو ده الفيديو اللي هو هينتجه لي. خلاص واروح هنا كده عند ريندر، ادوس بكتب هنا، بختار اسم الفيديو لما اجي انتجه اقول له مثلا نسف شبهة اشتهاء النبي طفلة فويق الفطيم. ماشي وهنا بختار صيغة الفيديو اللي انا عايز الفيديو يخرج بيها، ممكن اخليه WMV، ممكن اخليه AVI، ممكن اخليه اي صيغة من الصيغ اللي قدامنا دي. خلاص انا طبعا بشتغل على طول WMV. هدوس كده سيف، بدأ يعمل الفيديو وينتجه ان شاء الله سبحانه وتعالى. هنعمل فيديو ازاي افتح قناة
وحساب على اليوتيوب، وازاي ارفع الفيديو، وازاي اظبط القناة بتاعتي، وازاي اضع تعليقات توضيحية على الفيديو اللي انا هرفعه على اليوتيوب. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وألا يجعل فيه سمعة ولا رياء. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.